نبدأ إن شاء الله. خير ان شاء الله حاضرين. إن شاء الله. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي أعضاء الجمعية الاقتصادية والحضور الكريم، يسعدني ويشرفني أن ألتقي بكم مجددا في جلسة حوارية من النسخة الثانية من المجلس الاقتصادي، وهذه المرة تحت عنوان تحفيز الاقتصاد الكلي وأهداف التنمية المستدامة في عالم ما بعد كوفيد 19. ومع هذه المرة مع شخصية مرموقة وشخصية اقتصادية ومالية على مستوى دولي، ألا وهو الدكتور محمود محي الدين، وهو بلا شك شخصية غنية عن التعريف. دكتور محمود محي الدين تقلد مناصب عديدة، منها منصب النائب الأول لرئيس البنك الدولي لأجندة التنمية وعلاقات الأمم المتحدة وشراكات حتى بداية 2020، وكذلك منصب وزير الاستثمار لجمهورية مصر العربية، وحاليا رئيس تنفيذي بصندوق النقد الدولي بواشنطن. فأهلا وسهلا بكم، ونشكرك على قبول الدعوة ورغم مشاغلكم الكثيرة سعاد دكتور، فتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله، شكرا جزيلا لهذه الدعوة الكريمة والتي كنت أتمنى أن تكون في أرض عمان طيبة بين أهلها الكرام، وإن شاء الله تأتي الفرصة في القريب العاجل لأن نلتقيكم إن شاء الله في عمان. العرض اللي أعددناه يتناول عدة أمور خاصة بتأثيرات الجائحة، الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية عالمياً، ثم تأثيراتها في الاقتصاد العربي، ثم هناك إشارة للأوضاع الاقتصادية في عمان، خاصة وأنه بعثة الصندوق الذي أتشرف بالعمل فيه كمدير تنفيذي أنهت مشاورتها مع الحكومة ممثلة في وزارة المالية وأيضا مع البنك المركزي أمس، فهناك بعض المراجعات التي أراها جيدة مقارنة بما كان عليه الوضع من قبل، سوف يعني أشرك حضراتكم فيها بإذن الله. يعني سريعا التعاون مع الزميل رامي اللي عنده العرض الشفافات أو الباوربوينت، تفضل. يعني بحاول أركز في الحوار على أن الجهود قصيرة المدى مهمة ومطلوبة فيما يرتبط بتوازن الاقتصاد الكلي، بأوضاع الموازنة، بأوضاع الاستقرار النقدي، وهي أسس في ذات الوقت للتنمية طويلة الأجل والتنمية المستدامة. أتحدث في هذا الشأن باعتبار أن سلطنة عمان لديها رؤية واضحة بخصوص 2040، وانعكست أيضا عملية الإعداد لهذه الرؤية التي أخذت سنوات على ما قامت به عمان من عرض في الأمم المتحدة عن أهدافها وأولوياتها فيما يعرف بالمراجعة الطوعية لأهداف التنمية المستدامة. كان كثير من الناس بيتابعوا هذا الموضوع الخاص بالتنمية المستدامة، ولكن يعني للتبسيط، لأن احنا بنتكلم على 17 هدف عام وما يقترب من 170 هدف فرعي أو 169 هدف فرعي، أنا أحب أن أنا أضعها في هذا الشكل، يعني باعتباري جاي من مصر أصلا، أنا مصري، فيعني قصة الهرم دي بتبقى في ذهننا ساعات في الأشكال البيانية. فأنا أعدت تنظيم الأهداف التنمية المستدامة بأن أضع هدف مكافحة الفقر وهو الهدف الأول، وهدف العدالة في توزيع الدخل والثروة وهو الهدف العاشر في قمة الهرم، ويتلو
ليس من باب الأهمية، ولكن ده إطار كامل متكامل، لا تستطيع أنك أنت تأخذ جزء إلا وانهار باقي البناء. فنتكلم على الاعتبارات البيئية والمناخية. أيضا نتحدث عن أهمية الاستثمار في البشر بحسن الرعاية الصحية بالتغذية، الهدف الثاني وهو القضاء على سوء التغذية، وأيضا الأهداف الخاصة بالتعليم، بالرعاية الصحية، بتوازن في النوع الاجتماعي والعدالة بين الجنسين في الفرص، وأيضا كل ما يرتبط بالاقتصاد في بنيته الأساسية، مياه، طاقة، فرص عمل، نمو اقتصادي، حسن تنظيم العمران، ما يرتبط بقواعد الاستهلاك المستدام، وأيضا كل ما يرتبط بالاستثمارات المرتبطة بهذا الشأن. كل هذا يجب أن يرتكز على قواعد من الحوكمة وإعمال قواعد القانون وفي إطار من المشاركة الدولية. يبقى كده خلصت 17 هدف سريعا، عشان ده هنرجع لهم في الآخر، لأنه كل أهداف السياسة الاقتصادية هامة باعتبارتها جزئية، ولكنها يجب أن تأتي في إطار عام يحقق ما هو أفضل للمواطن. تفضل حضرتك. عندما نقوم بصياغة السياسة الاقتصادية العامة حتى في السياسات الاقتصادية الكلية، نحاول نحن ننظر أيضا على موقع الدولة المعنية من الاقتصاد العالمي بمعنى جلوبل، والتعاون الإقليمي البعد الخاص هنا بالريجنال، زائد ما يتم على مستوى الدولة الوطني، وأيضا على البعد المحلي في المحافظات وفي أماكن سكن الناس. وحنجد أنه على هذه الأبعاد حتى تستطيع أن تحقق التنمية المستدامة اللي هي الموجودة في قاعدة هذا الرسم، هتجد أنك محتاج تمويل ومحتاج بيانات ومحتاج جودة تنفيذ، هتجد أنك محتاج استثمارات في رأس المال البشري والبنية الأساسية، وأيضا في أبعاد الاستدامة المرتبطة بتغيرات المناخ. فهنا مسألة صياغة السياسة الاقتصادية ليست أمرا هينا. اللي بعد هذا. طيب، أنا بحاول أروج بوضوح شديد إنه الاكتفاء بمؤشر أو اثنين لأي اقتصاد مضلل، وإن إحنا بنستخدم منهج ما يعرف بالداشبورد أبروتش أو لوحة المفاتيح، كأنك بتقود سيارة، فمش هتقدر إنك تقود السيارة بكفاءة إلا بكل المؤشرات اللي قدامك. المستوى الوقود، درجة حرارة السيارة، سلامة أجهزتها إلى غير ذلك. فأنا بنستعير هذا المنطق البسيط، يعني بنشوف إيه الوضع الاقتصادي العالمي، خاصة بعد المراجعات الأخيرة اللي جات من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي حول معدلات النمو. ولكن باعتبارنا ما زلنا في إطار تعامل ومواجهة هذه الجائحة الكؤود، بنجد ان احنا يجب ان احنا نتابع ما يرتبط بزيادات حالات الإصابة بكورونا، وخاصة ان رقم ضحاياها تجاوز 2 مليون منذ ايام، وكان الأثر ليس فقط في حياة الناس وصحتهم، ولكن ايضا على النمو الاقتصادي. شهدنا اقتصادا عالميا بيتراجع، بينكمش بدرجة أكبر بكثير جدا مما شاهدناه في الأزمة المالية العالمية في 2008، بشيء يذكرنا بأوضاع الكساد الكبير في أواخر العشرينات وفي الثلاثينات من القرن الماضي. نحن ما زلنا نتحدث عن ركود وليس كساد، ونحاول بكافة الطرق أن نمنع هذا الركود والانكماش أن يتحول إلى كساد، بمعنى مزيد من التراجع في النمو الاقتصادي لفترة أطول، ومزيد من خسارة فرص العمل والدخول. المتوقع في العام الحالي 21، وبعد ما تراجع الاقتصاد العالمي بتقديرات بصراحة تتراوح ما بين 3.5 في بعض التقديرات ل5%، يعني الأرقام النهائية لسه ما جاتش من المؤسسات الدولية لحد ما يأتي أرقام الربع الرابع من العام الماضي، ولكن هو التقدير أن الاقتصاد العالمي تراجع
ما بين 3.5 في بعض التقديرات و 5% في بعض التقديرات، ولكن من المتوقع أن الاقتصاد العالمي يرتفع في هذا العام 21 ما بين 4 و 5%، يعني ما خسروا في العام الماضي سوف يعوضه عالميا في هذا العام. ولكن السؤال طبعا ملح، إذا كان هذا هو الوضع الاقتصادي العالمي، ما هو الوضع تحديدا بالنسبة لاقتصادك؟ ما هو الوضع بالنسبة لاقتصادك الوطني؟ أمر آخر هو التراجع الشديد في الاستثمار الأجنبي المباشر بما يقترب من حوالي 50%. التجارة الدولية كان متوقع أنها تتراجع بما يقترب ما بين 13% ل 32% وفقا لمنظمة التجارة العالمية. الرقم استقر في النهاية عند حدود أقل من 10% تراجع. للأسف في المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية في أسفل الشريحة اللي أمام حضراتكم هتجد أنه من يعانون من الجوع زادوا بحوالي 250 مليون. هناك خسارة في فرص العمل تعادل حوالي 250 مليون مقارنة بالعام السابق 2019، ولأول مرة منذ عام 1998 تحدث زيادة في أرقام من يعانون من الفقر المدقع بما يقترب من حوالي 115 مليون وفقا لأرقام البنك الدولي. وطبعا هناك المشكلة الخاصة بهذه الزيادات الكبيرة في المديونيات على النحو الذي نراه في أسفل هذا الشكل البياني، وأنه يعني نحن في صدد موجة رابعة من زيادات الديون نرجو ألا تتحول لأزمة، لأن معدل نمو الديون في عدد كبير من الدول زاد عن ضعف أو 3 أمثال في بعض الحالات معدل نموها الاقتصادي، مع دول بيزيد معدلات الدين فيها ما بين 7 ل 9%. تفضل. طيب لو بصينا على الإقليم العربي، لو أنت عايز تجمع اقتصادات العرب وتقارنها بالاقتصادات الكبرى زي الاقتصاد الياباني ولا الكوري ولا الهندي، أنا طبعا مش حاطط الصين والولايات المتحدة عمدا لأنه هو أرقامهم طبعا أكبر من هذا، هذه الأرقام أكبر من ضعف هذا الرقم في حالة الولايات المتحدة مثلا بالنسبة لليابان، ولكن يعني بتشوف الاقتصاد الياباني في حدود 5 تريليون دولار ويزيد قليلا، الاقتصاد الفرنسي الألماني، تبتشوف ان الاقتصاد العربي عند 2.8 تريليون يعادل الاقتصاد الألماني والهندي، ولكن باعتبار متوسطات الدخول هتجد انه الرقم بيتراجع بشدة نظرا لان الانتاجية وكفاءة الإنتاج أقل بكتير جدا مما تراه في حالة دول زي اليابان وحالة كوريا وحالة الدول المتقدمة في أوروبا مثلا. اللي بعده، يعوق الأداء العربي في التنمية المستدامة حقيقة أن هناك نسبة كبيرة للأسف من العرب ما زالوا يعانون من وقوعهم في بلدان أو في مناطق تعاني من هشاشة في نظمها السياسية أو نزاعات أو صراعات. الرقم عند 2018 حوالي 155 مليون من 423 مليون مواطن عربي. لو استمر الحال على ما هو عليه هذا الرقم قد يصل إلى 207 مليون من 521 مليون من إجمالي العرب المتوقع عددهم أن يصل إلى هذا الرقم في عام 2030. وبالتالي هذا واحد من المعوقات الكبرى، ليس فقط في الدول التي تصاب بهذه الهشاشة وضحية للصراعات والنزاعات، ولكن أيضا على التعاون الاقتصادي العربي في العموم. لبعض. طيب لو أنا بأخذ مؤشر من المؤشرات الهامة عن الأداء التنموي أو التنمية المستدامة، هنجد للأسف إنه العقد الماضي كان عقداً مفقوداً للتنمية المستدامة وللتنمية عموماً في عدد من البلدان العربية. هتجد هذا التراجع الشديد في دول زي اليمن، زي سوريا، زي ليبيا،
مقارنة بمكان عليه الوضع في سابق، ولكن باقي الدول العربية حققت يعني وفقا لمؤشر الـ HDI أو الـ Human Development Index، هتجد أنه حصل نوع من أنواع النمو الإيجابي فيها، ولكن إذا ما قارنت هذا النمو في بمؤشرات التنمية البشرية بما كان عليه الوضع في عقد سابق، هتجد أن الوضع في كل البلدان العربية أدنى مما كان عليه الوضع في السابق. ولو بتشوف هذه الكرة الحمراء اللي بتقول لك المتوسط من 1990 ل 2017، هتجد أنه الدول العربية إلا قليلا كانت متراجعة في التنمية البشرية وفقا للبرنامج المالي للأمم المتحدة. طيب، استخدام آخر لموضوع الأداء بفكرة الداشبورد أو استخداماتنا للوحة المفاتيح، هتجد أن احنا بنستخدم بعض المؤشرات، وأغلب هذه المؤشرات جاية من الأمم المتحدة ومن الإسكوا، أنه هتجد أنه عدد كبير من الدول العربية ما زال يعاني من الفقر. طبعا الدول العربية الخليجية الموقف فيها أفضل، وعدد من هذه الدول الفقر المدقع فيها وصل إلى الصفر زي عمان، لكن هتجد أنه مشاكل الفقر أكثر في المشرق العربي وفي الدول الأقل دخلا في المنطقة العربية، المتوسط فيها في حدود 16% من يقعون تحت خط الفقر. أنا عايز أفرق ما بين خط الفقر وفقر المدقع. الفقر المدقع اللي هو المعادل لدولار و90 سنت يوميا بالنسبة للإنسان حول العالم وفقا لمؤشرات البنك الدولي. أيضا في مشكلات خاصة بعدم العدالة في توزيع الدخل والثروة، وللأسف منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفقا لدراسات أخيرة كان شارك فيها الاقتصادي الشهير بيكيتي، إنه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي من الأكثر في عدم العدالة والأكثر في التباين في الدخول فيما بين أفرادها. هناك أيضا مشكلات خاصة بالحوكمة، بمدى الكفاية في نظم التأمين الصحي، في مدى توفر الغذاء في بعض الدول، وهنا أيضا بنتكلم أكثر على الدول الأقل دخلا في المنطقة العربية وليست الأغنى نسبيا في دول مجلس التعاون الخليجي. المشكلة أيضا في المنطقة العربية أنك أنت لو عملت وفقا لإحصاءات البنك الدولي نوع من أنواع المقارنة ما بين سنوات التعلم الفعلي في بلدان العربية مقارنة بدول أخرى، وخاصة الدول الناهضة في التقدم في الدول الآسيوية، هتجد أن سنة التعليم في بعض البلدان العربية تعادل عدة شهور قليلة في بلدان آسيوية، وهذا يجب أن يكون محل مراجعة. يعني أنت لو خدت هنا هذا المؤشر في أسفل الشكل، أنه 14 سنة تعليم في سنغافورة هي 14 سنة تعليم بالتمام والكمال، ما يعادلها في المنطقة العربية 6 لـ7 سنوات بالنسبة لجودة التعليم. لبعض. طيب، اتكلمنا عن أنه التنمية المستدامة الدول بتقدم تحديثاتها الطوعية للأمم المتحدة، بتقول إيه ما هي نواياها وأهدافها. كل الدول العربية للأسف فيما عدا اليمن قدمت هذه التصورات عن أهدافها للتنمية المستدامة في 2030 مطابقة للرؤى الوطنية ومراجعتها. يعني الدول العربية كان عدد كبير، خاصة في دول مجلس التعاون الخليجي، كان عندها رؤية 2020 حدثت ل 2030، وعندنا عمان مثلا في رؤية 2040 هتكلم عنها في الآخر. تفضل. يعني طبعا أما بتكلم عن الإقليم الاقتصادي العربي أو المنطقة العربية من ناحية الاقتصادية، رغم وحدة التاريخ والثقافة والجغرافيا والأولويات والانسجام الثقافي والاجتماعي بين الدول العربية، إلا أنه المشاركة والتعاون الاقتصادي العربي يترك أشياء كثيرة
للتحسين والتطوير. إذا قارنا التجارة العربية البينية بالتجارة في دول الأسيان مثلا، أو التجارة في البينية في أوروبا أو حتى في أمريكا اللاتينية، هتجد أن الرقم متراجع، وعلى مدار 20 سنة وأكثر الماضية كان هذا الرقم يتراوح ما بين 8-12%. نسبة الاستثمارات الموجهة من الدول العربية للدول العربية تعد نسبة قليلة، حتى حركة العمالة وحركة البشر فيها كثير من التعقيدات الإجرائية في الانتقال. فأنت بالمعنى الاقتصادي يصعب عليك أن تتحدث عن إقليم اقتصادي عربي لأن يفتقد لهذه القنوات. هناك طبعا مؤشر آخر بالإضافة للتجارة والاستثمار وحركة العمالة، وهي المشاركة في المعارف والبحوث والتطوير والابتكار، وهذا أيضا فيه تراجع شديد بين الدول العربية. نرجو أن يأتي الزمن القادم بما هو أفضل مما رأيناه في الماضي. لبعض حضرتك، أنا تكلمت عن موضوع العمالة، ويعني ده برضو يؤكد هذه المسألة، ويعني مسألة الهجرة بتبقى لها طبيعة محددة ولوقت محدد ولبعض الدول معينة في تصدير خدمات العاملين، وبعض الدول محددة في استقبالها. تفضل. لكن لا يمكن حديث عن حرية انتقال البشر والعمالة بين الدول العربية عن نحو اللي بتشوفه مثلا في دول الأسيان أو دول الاتحاد الأوروبي. اللي بعده حول العالم، وجدنا أن الاستجابات للضغوط الجائحة متباينة. الدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قدرت أنها تحط أو تضع تمويل ضخم من موازنتها، تجاوز في عدة دول 8-10% لو بتشوف يمين الشكل البياني، في حين أن الدول أقل دخلا كان إسهاماتها لم تزد عن 1-2% لعدم قدرتها المالية لضخ تمويل كبير، سواء لمساعدة المضارين من الجائحة أو لمساندة الشركات، وده هيسبب تباين أكبر في مدى العدالة في توزيع الدخل والثروة حول العالم مستقبلا. لبعضه. طيب، حتى نخرج من هذه الأزمات ونحقق التنمية المستدامة، بنأكد على أهمية الاستثمار في البشر، أهمية الاستثمار في البنية الأساسية، وأهمية الاستثمار في القدرة على مقاومة الصدمات بما في ذلك تغيرات المناخ. تفضل. لو باخد المؤشر المهم الخاص بالهيومن كابيتال أو رأس المال البشري، هتجد أنه الدول في المقدمة دول زي سنغافورة وكوريا واليابان وفنلند وأيرلندا والسويد، دول الدول العشرة الكبرى، وكندا وهولندا. الدول العربية الأكثر تقدما منها احتل المراتب في الأربعينية أو خمسينية، يعني البحرين كانت في المرتبة 47، الإمارات 49. ده مؤشر يجمع ما بين الاعتبارات التعليمية والصحية وتنشئة الأطفال وفقا لمؤشر عمل البنك الدولي في عام 2018. عمان في المرتبة 54 عالميا، يعني أفضل من عدد كبير جدا من الدول العربية زي ما أنتم شايفين في الشكل أمام حضراتكم، لأنه أغلب الدول العربية بتأتي بعد 70. تفضل. الجائحة ذكرتنا بأهمية التأمين الصحي الشامل وأهمية الاستثمار في البشر، وأنه الدول المعنية يجب أن يكون لكل منها نظام للتأمين متكامل، وهناك قواعد عالمية لتوفير هذا التأمين، ويمكن تركيب مثل هذه النظم التأمينية في بحر 3-5 سنوات على الأكثر ليشمل كافة الناس على النحو المعمول به في دول. أتصور أنه من أهمها تجربة اليابان في نظم التأمين الصحي الشامل. طبعا دول أوروبية فيها نظم جيدة يمكن الاستئناس بتجاربها في هذا الشأن. لبعض حضرتك، أما البنية الأساسية طبعا مهم جدا الاستثمار في الطرق وفي السكك الحديدية وفي المواني وفي المطارات، ولكن في هذا العصر الرقمي يجب الاهتمام بشدة
في التطوير والابتكار وجودة نظم تكنولوجيا المعلومات وجودة شبكات المعلومات ونقلها وسرعة الإنترنت إلى غير ذلك. وهنا الـ Global Innovation Index اللي بيطلع من الـ White Pool تبع الأمم المتحدة بيعمل تصنيف سنوي لقدرات الدول في مؤشرات الابتكار. طبعا في الدول في المقدمة دول زي السويد، قبلها سويسرا، بعدها أمريكا. دول عربية هتجد أنه التركز أغلبها فيما بعد 70 في عملية الابتكار، وحالة عمان رقم 84. هذه الأمور يمكن تغييرها، لأن ده ليست يعني مؤشر مستمر. إذا استثمرت أفضل في نظم البيانات والمعلومات والابتكار والتطوير وتميت بذكاء الاصطناعي وابتعاث الكوادر للتعلم، هيبقى في فوائد كبرى سريعة في هذا المضمار. تفضلوا. وبالتالي بأكد على مسألة أهمية الاستثمار فيما يسمى بالـ DNA. ده ليس الـ DNA البشري، ده الـ DNA اللي هو اختصار للبيانات وشبكات المعلومات وأساليب الذكاء الاصطناعي. ويعني تجد هنا أنه وفقا للمؤشرات اللي جاية من الـ UNDP، يعني في بعض المؤشرات زي استخدامات الإنترنت مثلا، هتجد أن دول مجلس التعاون الخليجي بما في ذلك عمان في مرتبة جيدة، ولكن هتجد هناك تراجع شديد في باقي الدول، خاصة الدول العربية الأقل دخلا زي الصومال، جزر القمر، جيبوتي، موريتانيا، ليبيا، وبما تعانيه الآن إن شاء الله ربنا يفرج عنهم قريبا. ولكن هذه مسألة تحتاج استثمارات ضخمة وتعاون بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص لبعض حضرتك. في مؤشر عمان مش موجودة فيه هنا، ولكن في عدد من الدول العربية بتقوم بشركة أو مؤسسة الاستشارات KPMG بتعمل له تحديث عن مدى استعداد الدولة حكومة وشركات وأفراد للتغيرات من أي نوع، سواء كان تغير سلبي أو تغير إيجابي. فتجد هنا أنه في عدد من الدول العربية مصنفة بالتصنيف لا بأس به، ولكن مقدمة أيضا هتجدها في دول زي سويسرا وسنغافورة والسويد. تلاحظ أنه في عدد من الدول بتأتي بتكرار، سواء اتكلمت عن رأس المال البشري أو التنمية المستدامة أو التنمية البشرية أو الابتكار والتطوير، دائما بتحتل المراكز المتقدمة. هناك تلازم كبير وترابط كبير بين هذه المجالات الخاصة بالاستثمار في رأس المال البشري وتحقيق إنجازات في مجال الابتكار والتطوير والاستعداد للتغيير. اللي بعده تكلمنا أيضا عن أهمية الاستعدادات للتغيير، منها ما يأتي على شكل صدمات زي اللي شفناه في الجائحة. فبالتالي محتاج أنك أنت يبقى عندك استثمار في حماية المواطنين بنظم ضمان اجتماعي جيدة، محتاج أن يبقى عندك نظم جيدة للتوقي من تغيرات المناخ والأعاصير، محتاج أن يكون عندك نظام للتعامل مع المخاطر وتحديدها والتعامل معها أولا بأول. تفضل. يعني ده كله بحطه في إطار من تغيرات بيشهدها العالم. هذا العالم شديد التغير، أي نوع من نوع صياغة السياسات العامة في بلدك يجب أنك تشوفها في إطار ما يحدث في العالم. شفنا موضوع البانديمكس والأوبئة والجوائح والأمراض المعدية وتأثيرها في الشكل في أسفله، تغيرات مهمة في السكان، تغيرات في المناخ، تغيرات فيما يعرف بالثورة الصناعية الرابعة، كل هذا أيضا في تغيرات في مركز ثقل الجاذبية الاقتصادية، إنه هذا المركز يتحور إلى الشرق. ممكن الشارت اللي بعده أو الرسمة اللي بعدها توضح هذه النقطة أكثر. يعني هتجد إن مركز الجاذبية الاقتصادية حول العالم كان يقع في مكان ما
في المحيط الأطلسي كده، يعني كتخيل الاقتصاد العالمي، فمركز الثقل ومركز الجاذبية الاقتصادية كان يميل ناحية الغرب. اعتبارا من سنة 80 و90 ومع النمو الهائل في مناطق الشرق، الصين، اليابان، كوريا، اندونيسيا، الفلبين، فيتنام، بتجد ان هذا، والهند طبعا، بتجد انه في هذا التحول الكبير لمركز الجاذبية الاقتصادية ناحية الشرق، إلى الشرق من الخليج العربي، إلى الشرق من عمان. ودي مسألة مهمة، إنك أنت بتتكلم على توجه الاستثمارات في المستقبل، حركة التجارة الدولية، حركة التأثير في المعارف والمعايير، هتجدها تميل إلى الشرق في المستقبل وفقا للتوقعات، سواء من دراسة اتعملت في لندن سكول اوف ايكونومكس، مدرسة لندن للعلوم الاقتصادية الشهيرة، أو من ماكنزي. وهذا الشكل بيتم تحديثه دوريا. اللي بعده، ايوه، نيجي بقى لبعض المؤشرات الاخيره. طبعا يجب ان احنا ناخد هذا الموضوع ليس باعتباره تصريحات رسميه، ما هياتي الوقت من الحكومه ممثله في وزاره الماليه، في البنك المركزي، انه وايضا من البعثه من الصندوق، انه يتحدثوا عن هذه المؤشرات بشكل رسمي يعني. لكن باعتبار ان احنا انهينا امس البعثة، ونشكر طبعا التعاون الجم والشديد من فرق وزارة المالية والبنك المركزي مع معالي الوزير سلطان الحبسي، مع الرئيس التنفيذي للبنك المركزي معالي طاهر العمري، مع معالي ناصر الجشمي بوزارة المالية، وكل الفرق المعتبرة اللي بتعمل بجد واجتهاد في الحكومة والبنك المركزي، وفرت من المعلومات والبيانات ما يسر من عمل بعثة الصندوق. وهذه البعثة بتتم على كل دول العالم بالمناسبة، على كل الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي، 190 دولة، بتتم وفقا لشيء يعرف بالمراجعة وفقا للمادة الرابعة من الصندوق، بيسموها عشان كده Article 4 Review. كل الدول الأعضاء بيتم مراجعة أدائها الاقتصادي، وبيتم يعني تحديث هذه البيانات والمعلومات أول بأول. كل الدول النامية، كل الدول المتقدمة يجب أن تتم هذه المراجعة لها سنويا، لأنها بتعرف الناس والاقتصاديين وأهل السياسات العامة في كل دولة بالتطورات الاقتصادية لديهم وفقا للمؤشرات المتعارف عليها. يعني هذه المراجعة فيها بعض الأخبار الطيبة نسبيا، يعني أنه إذا ما كانت المراجعة على الاقتصاد العماني أنه فقد العام الماضي 10% انكماش، يعني ب10%، لكن المراجعة الأخيرة بتقدر أنه الانكماش لم يكن بهذه الضراوة والشدة، حصل انكماش بالفعل ولكن بأقل من ذلك، عند رقم 6.4 انكماش، أفضل بكثير طبعا من 10. بالنسبة للتوقع الاقتصادي للعام القادم، كان متوقع أن الاقتصاد ينمو في حدود سالبة للأسف، أو يتراجع يعني في حدود 0.5%. المراجعة الأخيرة بتؤكد أن الاقتصاد العماني بمشيئة الله في هذا العام سوف يحقق نموا اقتصاديا يقترب من 2% أو تحديدا 1.8. زي ما حضرتكم شايفين أنه زي الاقتصاد العالمي، أيضا الاقتصاد العماني، الاقتصاد العربي، لأي اقتصاد، في ظل هذا التغير الشديد اللي حاصل بسبب الجائحة والتعامل معها، في مراجعات دورية. يعني مثلا أنا يعني كان عندنا من الأرقام أنه في بداية العام الماضي كان متوقع أن الاقتصاد العالمي ينمو في حدود 3.3%، بعد الجائحة قالوا لا، ده حينكمش ب4.9%، بعد مزيد من المراجعات قالوا الانكماش ممكن عالميا يكون في حدود 4.4%، ثم في يناير أخيرا قالوا لا، الاقتصاد العالمي انكمش في حدود تقترب من 3.5% فقط. ده صندوق النقد الدولي. هتجد البنك الدولي زي ما أشرت في البداية عنده أرقامه وفيها اختلاف، لأنه المناهج التقدير تختلف. منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عندها تقديرات أيضا بيتم مراجعتها ولكن فيها اختلاف. فعشان كده بتكلم، أفضل أن احنا في هذه الأجواء لا نتحدث عن نقطة ولكن نتكلم عن مدى، وأن حتى هذا المدى يتم مراجعته دوريا وفقا لتحديث البيانات. ولكن وفقا لتحديث البيانات، أن معدل النمو الاقتصادي العماني الذي كان مقدرا أن يتراجع بحدود 0.5% في العام الجاري، أنه يزيد بحدود 1.8%.
بالنسبة للتضخم وتحت السيطرة، البطالة يعني رقم عند 2.9، ده التقديرات ل2020 بيجري تحديثها طبعا، وده بيؤكد على أهمية الإنفاق العام وأولوياته في إتاحة فرص العمل حتى تظل معدلات البطالة خاصة بين الشباب منخفضة. مستوى الفقر المدقع الحمد لله يعني 0% وفقا للأرقام اللي طلع من عمان في 2019، ونرجو أن يستمر الوضع على هذا. مكافحة الفقر المدقع هذا أمل لعدد كبير جدا من البلدان، خاصة بعد زيادة من يعانون من الفقر المدقع حول العالم بحوالي 100 مليون، يعني الرقم ابتدى يقرب على 1 مليار إنسان حول العالم بعدما كان في حدود 780 مليون. عدد من الدول العربية من يعاني من الفقر المدقع فيها يقترب من حوالي 5% في المتوسط. مستوى الفقر الوطني ده شيء تاني، هتجده أعلى من ذلك، ولكن بتكلم عن الفقر المدقع والفقر الشديد. الصادرات للناتج المحلي الإجمالي رقم لا بأس به، وإن كان متركز طبعا في النفط ومشتقاته، وإن كان هناك همة في موضوع تنويع مصادر الاقتصاد. الاستثمار للناتج المحلي الإجمالي يحتاج إلى أن يزيد عن ذلك طبعا، سواء استثمار محلي أو استثمار أجنبي، وهناك خطة جيدة لتطوير الاستثمار في البلاد. الحساب الجاري لميزان المدفوعات يعني في عجز يقدر ب10%، وبالتالي هناك حاجة لزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر للتقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي الذي بلغ 130%، وإن كان يعني نسبة وقدرة الدولة على سداد مستحقاتها أو مستحقات الدائنين عفوا ما زالت في إطار جيد. الاكسترنال ديت سيرفيس أو مؤشر خدمة الدين ما زال أقل من 10%، ولكن يستحسن الاعتماد على الموارد المحلية بزيادة قدرات الادخار وأيضا بزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في هذا الشأن. اللي بعد حضرتك. طيب يعني أنا طبعا حريص أن نسمع لأسئلة حضراتكم وتعليقاتكم، فإيجازا بتكلم أيضا هنا سريعا على مراجعة. احنا اتكلمنا عن موقف عمان من المؤشرات الدولية، هتجدها في المركز 54 عالميا في مؤشر رأس المال البشري، في رقم 60 في المؤشر الهيومن ديفلوبمنت، واحد طالع من البنك الدولي والتاني الهيومن ديفلوبمنت ده بيطلع من الأمم المتحدة. مؤشر الابتكار عمان في المركز 84، في التنافسية الدولية في المركز 53، في مؤشر doing business أو ممارسة الأعمال في رقم 68. وبالنسبة للتصنيف الائتماني وفقا للمؤسسات الثلاثة موديز وفيتش واس ام بي، الرقم يعني آخر شيء خرج جي من اس ام بي بوضع عمان في عند بي بلس، ولكن بي ستيبل اوتلوك، فده شيء جيد، والاهم انه يبقى فيه بوزيتيف اوتلوك بعد شويه علشان يبقى فيه قدر من التحسن في التصنيف الائتماني. اللي بعد حضرتك. يعني بنهي الامر هنا انه كل هذه الجهود المطلوبه من البنك المركزي ووزاره الماليه الجهات المعنيه بالتوازن الاقتصادي الكلي في الاجل القصير هي واحده من الاسس الكبرى اللي تستطيع من خلالها انك تحقق اهداف التنميه المستدامه والتوجهات الاستراتيجيه لرؤيه عمان 2040. النقطه المهمه في هذه الرؤيه انه هناك يعني ما يعرف بانها تكون مملوكه من الشعب وتحت رعايه واراده واداره من القياده السياسيه والحص الطالع، يعني جلاله السلطان هيثم بن طارق، وكان مدير كما افهم من الاخوه في عمان قبل ما يتولى منصبه خلفا يعني للسلطان الذي فقدته الأمة العربية سلطان قابوس رحمه الله.
أنه كان من هذه الرؤية كانت تعد تحت إشرافه، ودي مسألة مهمة لأنها بتتناول موضوعات متعددة تدخل في مجالات تنمية بشرية، البنية الأساسية، زيادة التنافسية، التطوير، الأداء الاقتصادي في العموم، أمور خاصة بالبيئة، تغيرات المناخ، الإعداد للأجيال الجديدة لهذا العصر الرقمي. وهناك تركيز مهم في هذا العصر الرقمي زي ما شفنا على أهمية توافر البيانات والمؤشرات لمتابعة الأداء، وشايفين أنه كل هذه التوجهات لرؤية عمان 2040 متوافقة مع أهداف التنمية المستدامة التي ذكرتها في البداية. يهمني قبل الإنهاء أنه هناك يعني اهتمام كبير كما طلعنا عليه ليس فقط في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي بالتعاون بين جهات الحكومية المختلفة والبنك المركزي في عمان، ولكن أيضا هذا النوع من أنواع الاهتمام الكبير بإحداث نقلة نوعية في عدة مجالات تحقق فرص عمل وتشغيل وتزيد من تنافسية عمان إقليميا ودوليا، بما في ذلك من اهتمام بقطاع النقل والمواصلات، الصناعات التحويلية بما في ذلك من مكونات تكنولوجية عالية فيها، الاهتمام أيضا في مجالات الزراعة والرعي والثروة السمكية، اهتمام أيضا بموضوع السياحة، وعن حق يعني الاهتمام بالسياحة هو حديث صحيح في عمان، ولكن لمن زارها وزار ربوحها يجد هذا التنوع الهائل في المجالات السياحية، وأخيرا وليس آخرا الاستثمار في مجال اللوجستيات. وطبعا عمان في موقع فريد يسمح لها بأن تكون في مركز الصدارة، خاصة في تلك النقطة التي ذكرتها لحضراتكم بهذا التحول التدريجي لمركز الجاذبية الاقتصادية العالمية ناحية الشرق، فمن الممكن أن يكون هناك استثمارات أضخم في هذا المجال. تاري آخر سلايد ده. يعني ده ممكن تبقى نقاط للحوار، بس أنا يعني تحدثت عن هذه الأمور كأولويات عالمية وتصور أنها صدى في حالة عمان، مسألة توفير اللقاح والسيطرة على الوباء، المنع أي نوع من أنواع التدهور عالميا في موضوع المديونية، وفي حالة عمان احنا اتكلمنا عن خدمة الدين والاهتمام بالاستثمارات الأجنبية مستقبلا، انه لازم نكمل التمويل لمساندة الاقتصاد ومن تأثر بسبب الجائحة من خلال التركيز على أبعاد الاستدامة وعلى التكنولوجيا العالية ما يعرف بالسمارت جرين، استدامة مع رقمنة في التحولات الاقتصادية، الاهتمام بالأبعاد المحلية في خدمة الاقتصاد وليس التركز في إقليم أو آخر داخله، حسن استخدام الاستثمارات العامة للدولة، وأيضا التعاون الإقليمي سواء في المنطقة العربية أو ما يجاورها. شكرا جزيلا. شكرا، شكرا جزيلا دكتور محمود محي الدين. كانت يعني أرقام يعني مفيدة والعرض مفيد جدا. عندنا في البانلست يعني نخبة من الاقتصاديين والمهتمين بالشأن الاقتصادي في عمان، فنترك المجال للأسئلة اللي حاب يطرح سؤاله. فنبدأ صاحب السمو دكتور أدهم. السلام عليكم دكتور محمود محي الدين، شرفنا بوجودك، وكذلك دكتور خالد جزيل الشكر لكم لتنظيم اللقاء. طبعا أشكركم للتعريج المواضيع اللي ذكرتوها، وأظن كانت نظرة إيجابية فعلا. أنا بس حبيت أعرج على الموضوع التوقعات اللي دائما يمكن المطلع على الشأن الاقتصادي دائما يفهمها بمنظورها الدقيق وينسى أن عجبني موضوع اللي هو أنت ذكرت المدى ويمكن التوجه في اختلاف النمو الاقتصادي، لكن يمكن عشان المشاركين اللي هم أقل معرفة فنية
هذه التطلعات من البنك الدولي والصندوق النقد الدولي كلها تكهنات إذا صح التعبير اقتصادية، لكن فعليا هي عودة لما قبل جائحة كورونا أو كوفيد، بمعنى أن هذا النمو المتوقع 1% أو ما أكثر أو أقل هو عودة إلى ما كنا عليه في 2019. فهل بتكون في توقعاتكم عموما أن يرجع الاقتصاد العالمي والمحلي والإقليمي إلى ما كان عليه في 2019 فعليا، أو نحتاج نمو أكثر قد يكون أكثر من 2 أو 3 أو 4% للتشغيل وخلق وظائف وهكذا يعني؟ شكرا جزيلا معالي الدكتور. يعني ذكرني كلام معاليك بالمقولة المتداولة لواحد من الحاصلين على جائزة نوبل في الفيزياء، انه التوقع على المستقبل، التوقع في عمومه شيء صعب خاصة اذا ما كان على المستقبل. الناس طبعا بتتكلم توقع على المستقبل، وكان عالم الفيزياء بور هو اللي قال هذا الكلام ده. اذا كان هذا الامر في امور خاصة بالفيزياء اللي هي اكثر انضباطا من العلوم الاجتماعية والاقتصاد والتغيرات السياسية المؤثرة على الاقتصاد، وأيضا مع الجائحة وشدة التغيرات من الصعب إن احنا نتكلم عن توقع إلا بدرجة معينة من الاحتمال في إصابته الهدف. وبالتالي أشرت إلى أمرين، الأول إن احنا نتكلم دائما عن مدى، والمدى هنا سهل ان انا اقدر اجيبه، ان انا اشوف اهم 3 أو 4 مؤسسات بتقوم بعمليه التوقع الاقتصادي للدول وعلى الاقتصاد العالمي، ليكن مثلا في النمو، في حاله النمو ليس في كل المؤشرات، ما بنظر لصندوق النقد الدولي، البنك الدولي، منظمه التعاون الاقتصادي والتنميه، ومنظمات الامم المتحده. هنجد ان هناك اختلاف وتباين، بشوف هذا المدى. وبعدين جرى العرف أنه في خلال كل 3 أو 4 شهور بيتم مراجعة هذه الأرقام، فلا أكتفي بالرقم الأخير، ولكن دائما أعمل عملية تتبع مستمر، لأنه ممكن يكون هناك تحسن إذا لم أدركه يضيع علي فرص، وممكن يكون هناك تراجع إذا لم أتحسب له يضيع علي أيضا خسائر أكبر. وبالتالي مسألة المتابعة اليومية للتغيرات في التوقعات هذا الشأن عدد كبير جدا من المؤسسات. يعني معليك كلمت صحيح انه اذا صدقت هذه التوقعات بالنسبة للمؤسسات الدولية، فما فقده العالم في عام 2020 فسوف يعوضه في عام 21. فيبقى كأنك انت في عامي 2021 رجعت الى ما كنت عليه في عام 2019 من مستوى للنمو، ده على المتوسط العالمي. طبعا هناك عدد من الدول احنا بنتكلم في الاخر على ايه، متوسطات، هتجد انه في عدد من الدول معاليك حققت نموا ايجابيا في العامين دول. يعني مثلا في خارج المنطقه العربيه هتجد دول زي الصين مثلا انها تجاوزت ما كانت عليه من قبل، معدل النمو الايجابي لسه عندها مستمر. الدول الأوروبية يعني تراجعت بحدود 4-5%، تتحسن في حدود 4-5%، فهي صفر في معدل النمو على مدار عامين. المنطقة العربية للأسف في المجمل تراجعت ما بين 3.5-4%، التوقع الاقتصادي لها ما بين 2-3%، فإنها بهذا تكون هي خسرت حوالي 1%. فاللي يهمني طبعا في إطار المتابعة العالمية إننا نرجع لوضع الدولة المعنية، وإيه وضع عمان، إيه وضع حالة مصر مثلا على سبيل المثال، كانت واحدة من الدول القليلة التي حصل فيها نمو في العام الماضي عام الجائحة. وبالتالي هي مسألة يعني كويس إن احنا عندنا هذه المتابعة العالمية نتأثر بها، التجارة، الاستثمارات، حركة العمالة، كل اقتصاداتنا لها اتصال بالعالم الخارجي. اتكلمنا من شوية عن نسبة التصدير مثلا في حالة عمان إلى ناتجها المحلي الإجمالي، فالدول تتأثر حتما بهذه التغيرات العالمية، بحطها في الاعتبار. في هذه الأثناء حتى يتعافى الاقتصاد العالمي هنعمل إيه؟ هناك عودة كبيرة جدا للاهتمام بدور الاستثمارات العامة. في دراسة مهمة صدرت من الصندوق النقد الدولي في الفيسكال مونيتور، متاح على موقع الصندوق، إنه الزيادة بنقطة مئوية واحدة في الاستثمارات العامة من شأنها أنها تزيد الاستثمارات الخاصة في حدود 8-10%. استثمار عام بواحد يزيد الاستثمار الخاص ب10%، وده يؤدي إلى زيادة معدل النمو
ويزيد التشغيل. لكن الحكمة، كل الحكمة في أي مجالات من الاستثمارات العامة سوف أوجهها، لأن أنا ممكن أدخل استثمارات عامة تزاحم الاستثمارات الخاصة وتضيع الفرص عليها. لكن إذا كانت مثلا الاستثمارات العامة تمهد طرق، تقوم بالبنية الأساسية، تقيم مدارس، أو تزيد مثلا من فاعلية الإنترنت، لو عملت هذا الأمر هتجد أنها تأتي باستثمارات خاصة محلية وأجنبية تقوم على هذا الاستثمار العام. فهو قصة التكامل بين الاستثمار العام ليس كبديل للاستثمار الخاص، ولكنه كدافع ومحفز للاستثمارات الخاصة. أتصور أن النصيحة المثلى الآن للدول العربية أنها، وبما في ذلك طبعا سلطنة عمان، الاهتمام بدور الاستثمارات العامة الدافعة للاستثمارات الخاصة في المرحلة القادمة، وعلى الأقل على مدار الثلاث أو أربع سنوات القادمة حتى عام 25. شكرك دكتور محمود. بس يمكن تعليق بسيط على أساس أن الأرقام اللي ذكرتها مميزة، يمكن من نسبة 1 لـ 8، لكن يمكن البعض يتفق معي أن الدور الإنفاق الحكومي الاستثماري هو صار متطلب وليس ممكن فقط. فخرجت الدولة في سلطنة عمان وفي دول ثانية كذلك خارج إطار الاستثمار البنية التحتية، الاستثمار ممكن للقطاعات المنتجة. وهنا الإشكالة في منظومة الاستثمارات المحلية والأجنبية، والمزاحمة موجودة، ولكن صار متطلب إن لم تصنع الحكومات مثل هذه السياسات القطاع الخاص أو الجانب الآخر لا يؤدي المطلوب منه لأسباب مختلفة، الكفاءة، القدرة، وهكذا. فأظن هنا يمكن هي اللي ممكن واحد يسميها البارادوكس، إن دور الحكومة صار كأنها ملزمة تزاحم، وفي نفس الوقت إن لم تزاحم تعتبر مقصرة في دور الإنمائي كذلك. فأظن هذه العقدة حاليا ليست فقط في تحدياتنا في سلطنة عمان في التنموية، إنما في دول الخليج وقد يكون في الإقليم كامل يعني. وهذا فقط رأي شخصي يعني. صحيح، شكرا صاحب السمو على مداخلتك. طبعا هناك توازن جدا مهم بين مزاحمة القطاع الخاص وكذلك الاستثمارات الحكومية، وبلا شك مثل ما قال سعادة الدكتور محمود محي الدين، لكل استثمار عام 1% راح يؤدي إلى نمو، واستثمار خاص بمعدل 9 أو 8 إلى 9%، وبالتالي يحقق نمو اقتصادي. إذا بنفتح المجال لبعض الأخوة اللي معنا في البانلست، إذا موجود دكتور حاتم. دكتور حاتم شفري. أيوة معك. مساء الخير دكتور محمود، سعيدين بسمعك والعرض الممتاز جدا اللي عرضته. في بس ملاحظة سريعة، نصيحة منك وخبرتك الغزيرة إلى صانع السياسة، خاصة في بلد مثل عمان، تراجع أسعار النفط من 2014 وزيادة العجز المزدوج فيما يتعلق بالمالية العامة والحساب الجاري أحياناً لكم من سنة تجاوز 10%، وهذا طبعاً مؤشرات عالية كثير. في نفس الوقت خاصة من سنة 2020 وعمان تضغط كثير على المصروفات، خاصة المصروفات فيما يتعلق بالتعليم والصحة، رغم أنه هو الوجهة الأولى للجائحة، وسبل تمكين من خلال تطوير القدرات التنافسية والإبداع. هنا تأتي مشكلة التوازن بين معالجة العجز في الموازنة العامة وبين تقليل المصروفات على التعليم والصحة، اللي هي طبعا الآن تمر بمرحلة لابد تنضغط حتى يعدل الميزان بشكل أفضل مع الوقت. هذا من ناحية، وهذا طبعا مثل ما قال صاحب السمو سيد أدهم، بارادوكس في يد صانع القرار، هو الأولوية الأولى الآن إلى تخفيض العجز، وهذا يعني تراجع المصروفات. تراجع المصروفات معناته تراجع نشاط القطاع الخاص، وبالتالي عدم القدرة على خلق وظائف. الآن السلطنة تتجه نحو الإحلال بين العمالة الأجنبية والعمالة المحلية، لكن هذا ممكن يساعدنا لفترة قصيرة. إيش دكتور من وجهة نظرك وكنصيحة لصانع القرار في عمان، كيف واحد يوازن بين متطلبات السيطرة على عجز الموازنة
وبين الحاجة للنمو والحاجة للاستثمار في ما يتعلق بالتعليم والصحة. تمام. شكرا. لا شكرا جزيلا. يعني سؤالك دكتور بيكمل الأسئلة الهامة والتعليقات الهامة لسمو الدكتور أدهم أيضا. ده بيخليني أجاوب في ثلاث نقاط سريعة. وإلى أن أستكمل هذا أطلب من زميلي بس الأخ رامي اللي معانا أنه لو يدور وإحنا بنتكلم على الهوا كده على الدراسة الخاصة بالpublic investment بتاعة الفيسكال مونيتور للIMF، وفي شكل مهم جدا عايز أعرضه لحضراتكم على مسألة الاستثمارات العامة وتأثيراتها القطاعية، إنه فين استثمار 1% بزيادة من الممكن يؤدي إلى زيادات أكبر في أي قطاع، لأنها ليست على العموم. في بعض الاستثمارات العامة تؤدي إلى زيادة استثمارات خاصة، وبالتالي تزيد من الاستثمارات الكلية فتزيد من معدلات النمو والتشغيل، وهناك استثمارات عامة قد تؤدي إلى تعطيل. وأتصور يعني سمو الدكتور آدم يعني محق في ذكر قصة المعضلة أو البازل اللي احنا عايزين نحله معكم دكتور. يعني أول حاجة موضوع البترول، يعني ثلاث نقاط، واحدة الاستثمارات العامة هرجع له فورا. موضوع النفط والمدى الاعتماد عليه من عدة سنوات بعيدة، القيادات في الدول العربية المصدرة للنفط سواء في الخليج أو في الدول العربية الأخرى قالت إن احنا عايزين نعمل نوع من أنواع التنويع، وجاءت هذه التنويعات على أشكال مختلفة، اهتمام بقاعات مختلفة في الصناعة وفي غيرها، أيضا في الاستثمارات وإنشاء صناديق سيادية وغيره. ولكن مع التحول الرقمي أتصور أن الفرص لهذه الدول بما في ذلك أيضا سلطنة عمان كبيرة جدا في الاهتمام بموضوع التحول الرقمي والاستثمار في البشر، في التعليم، في الرعاية الصحية، وبالتالي ليست هذه هي المناسبة لتخفيض الإنفاق على الصحة والتعليم أبدا. نعلم نحن في مشكلة، نحن في معضلة، ولكن برتب أولويات الإنفاق بحيث لا تؤثر على الاستثمار في رأس المال البشري، خاصة فيما يرتبط بموضوعات الابتكار والتطوير والاهتمام بالتعليم وبالجامعات إلى غير ذلك. طبعا مسألة الاعتماد على النفط في مدارس، يعني إذا كنا بنتكلم في الاقتصاد إن في اختلاف، هناك من يقول إن يعني في خلال أعوام قليلة يعني الاعتماد على النفط والغاز الطبيعي إلى غيره، خاصة مع الاهتمام بموضوع تغيرات المناخ والطاقة الجديدة والمتجددة والبديلة إلى غير ذلك، يعني هيكون في تراجع شديد. وفي مدارس أخرى منها هذا الكتاب لواحد اسمه يورجن دانيال يورجن اسمه The New Map، بيتكلم عن Energy, Climate and the Clash of Nations. هو بيتكلم على أنه وهو راجل متخصص عمل كتاب شهير جدا اسمه The Quest من عدة سنوات، واحد تاني اسمه The Prize. هو راجل مختص بموضوع الطاقة والأبعاد الجيوسياسية والصراع الدولي حول موضوع الطاقة يعني، وهذا الكتاب صدر منذ عدة أسابيع. هو بيقول لا، الناس اللي بتتكلم على أنه الطاقة في شكل بترول وغاز طبيعي حيث سوف يتم التراجع فيها، ألا لأنه ما زالت التكنولوجيا القائمة يعني شديدة الاعتماد على النفط بشكل غير مباشر، حتى لو كان الشكل المباشر اختفى. يعني ممكن تكون سيارتك كهربائية ولكن مصدر الطاقة الكهربائية ما زال يعتمد على البترول والغاز وفي بعض الأحوال حتى الفحم. فهو مش بيتكلم على أنك تكمل في استخدام البترول والغاز الطبيعي، ده وجهة نظره هو. طبعا دول مصدرة البترول عايزة الفترة تطول وسعر البرميل يزيد حتى تحقق لها التوازنات، لأن في عدد من الدول يعني العربية الخليجية بالذات يعني تجد أنه توازن موازنات العامة يتحقق عند أسعار أعلى بكتير جدا من السعر الحالي، كان يتراوح ما بين 45 ل 50، هي تتوازن ما بين 60 و65 وبعضها 80 فبالنسبة لسعر البترول. لكن قريبا ولازم نحط هذا في الاعتبار. والله لو النفط شغال والأمور مقبلة عليه وأنا عندي نفط أهلا وسهلا بي وبزود القيمة المضافة بالمشتقات وغيره، لكن لازم أتحسب لهذه الساعة اللي يكون الاعتماد على النفط فيها، خاصة مع التوسع اللي شفناه مع النفط الصخري والغاز الصخري، وتحول الولايات المتحدة اعتبارا من 2014 أنها تكون هي
اللي عندها swing factor تغير كبير في 2014. وبالتالي أتصور أنه مسألة الاهتمام بالتحول الرقمي بتنويع هيكل الاقتصاد والإيرادات أيضاً الاقتصادية لموازنة العامة للدولة لاجب أن تكون معتمدة أكثر على النفط. طبعاً الحديث في هذا سهل وتنفيذه صعب، يعني مسألة من السهل، وشايفين احنا من ازمات تراجع اسعار البترول في الثمانينات هذا الحديث تم، ولكن كيف يتم؟ انه يتم براس المال البشري. احنا شفنا حاله سنغافوره وكوريا مثلا وفيتنام، هذه دول بالمناسبه ليست مشهوره بوجود اي نوع من الثروات الطبيعيه الضخمه فيها، يعني لكن هي مهتمه اكثر بموضوعات بتمكن البشر فيها وبتزيد تنافسيتهم وتدخلهم في إطار من المنافسة الدولية مرين بالتعليم وبالرعاية الصحية. ده بيخليني أرجع لوضع عمان في كتاب، في تقرير مهم عن التنمية ما يعرف بالGrowth Commission Report، لرصد حال وأوضاع النمو والتنمية في العالم بعد الحرب العالمية الثانية، وشاف أن في عدد من الدول قدرت أنها تحقق هذا التراكم الاقتصادي، وكان منها عمان. 13 دولة فقط كانت منها عمان قدرت تحقق معدل نمو اقتصادي تجاوز 7% في المتوسط لمدار 25 سنة. فنتصور أنه سابقة العمل وجهود العمل الحالي يعني يطمئن إذا أرادت الدولة، خاصة في مسألة الاستثمار في رأس المال البشري. لا أقول، عارف أن في همة كبيرة وزرتها بنفسي وطلعت عليها في المناطق الصناعية، في تجديد المواني، في المنتجعات السياحية أيضا الجديدة، كل هذه أمور هامة. ولكن العمدة في حركة الاقتصاد في المستقبل في هذا العصر الرقمي هي القدرات البشرية القادرة على التطوير والابتكار في مجالات التحديث والذكاء الاصطناعي. عايز، وهنا دور الاستثمارات العامة مهم، يعني الحديث، وفي أنا بتكلم لمجموعة من الاقتصاديين المعتبرين، في اقتصادية اسمها مازوكاتو موجودة في UCL في إنجلترا بتتكلم على أنه كل هذه التطورات والابتكارات الكبيرة اللي قامت بها شركات تكنولوجيا المعلومات لم تكن لتكون إلا باستثمارات عامة ضخمة سبقتها، وحتى استثمارات الفضاء واستثمارات عسكرية واستثمارات الناسا هي اللي أفادت شركات زي فيسبوك وجوجل وأمازون وغيرها أنها تستفيد من هذه الاستثمارات العامة وتطور استثمارات الخاصة. ممكن مش عارف زي الأخ رامي لقى الرسمة اللي أنا عايزها في الشكل، يبقى من أيوة هنا عند حضراتكم دي دراسة حديثة من صندوق النقد الدولي بيقول لحضراتكم تأثير الاستثمار العام على الاستثمارات الخاصة. فلو خدتها بطبيعة الاستثمار العام أو في القطاعات اللي شغالة فيها الشركات الخاصة، فبيقول لك لو أنت زودت percentage change ما الاستثمارات العامة، إيه أكثر القطاعات المستفيدة؟ طبعا لو أنت هتستثمر في البنية الأساسية قطاع المقاولات هيشتغل معك، قطاعات الكوميونيكيشن الاتصال وأيضا صناعات تحويلية والترانسبورت. لو انت خدتها by type of public investment، لو انت هتجد ان الاستثمارات الخاصة تزيد بنسبة 2% لو انت بتستثمر في الامن والدفاع لطبيعة النشاط في هذا المجال، لكن في النشاط الاقتصادي تقترب من 4%. في الخدمات العامة بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية وغيرها هتجد انه الاستثمارات الخاصة تقترب من 6%. في البيئة لأن دي مجالات جديدة تصل إلى ما يتجاوز 6%، كذلك في الصحة، في الأبعاد الاجتماعية الأخرى، وحتى كمان في مجال الانترتينمنت لو في استثمارات في هذا المجال هتجد أن في زيادة في الاستثمارات الخاصة برقم كبير. يعني أدعو للاطلاع على هذا الفصل الثاني من دراسة الـ IMF لأنها مبنية على بيانات مش على تخيلات. لبعض. شكرا جزيلا سعد الدكتور. في هناك سؤالين آخرين من سعادة وكيل الاقتصاد وزارة الاقتصاد. سؤالين هما، سؤال الأول، ما هي أولويات محركات النمو الاقتصادي لتحفيز النمو الاقتصادي في السلطنة؟ والسؤال الثاني من وجهة نظر، السؤال الأول ما هي أولويات محركات النمو الاقتصادية لتحفيز النمو الاقتصادي في السلطنة؟
والسؤال الثاني من وجهة نظرك ما هي أفضل تجربة دولية عالمية قدرت على تجاوز أزمة كورونا بأقل آثار وأضرار اقتصادية؟ وأنا عندي سؤال آخر يعني دكتور محمود، كيف ممكن الموازنة بين الضغوطات المالية والالتزامات المالية لدى الحكومة؟ من خلال إحصائياتك شفنا أن الدين العام يمثل أكثر من 130% من الجي دي بي، وكذلك خدمة الدين 9% من الإيرادات الحكومية، وكذلك نحن مطالبين بتحفيز الاقتصاد، فكيف ممكن نوازن ما بين الإنفاق العام والاستثمارات العامة وبين متطلبات الإيفاء بالمديونية العامة؟ تمام، يعني كلها أسئلة هامة للغاية، يعني ممكن نجاوب عليها في مجموعتين لارتباط السؤال الأول بالسؤال الثالث أيضا. لكن سريعا عن موضوع التجارب الدولية، احنا ما زلنا يعني في إطار الجائحة في الموجة الثانية، هناك عدد كبير جدا من الدول قدر ان هو يسيطر على الجائحة ويخفض الخسائر البشرية منها وبطرق مختلفة، يعني نذكر منها دول زي أستراليا ونيوزيلندا، وأيضا دولة زي فيتنام قامت بعمل ضخم في هذا الشأن. بالنسبة للدول الأوروبية يعني كان واضح أنه عدد من الدول الإسكندنافية قام بدور جيد، اليونان عملت عمل طيب على الأقل في الموجة الأولى، ومعها النمسا. الوضع في غرب العالم في أمريكا حيث أسكن وفي أمريكا اللاتينية ليس جيدا على الإطلاق، لكن أتصور أنه ما حدث في دول الشرق أهم. الصين لها تجربتها الخاصة في هذا الموضوع، لها إمكانياتها الكبيرة، فبس هي تجربة رغم أن الجائحة بدأت منها إلا أنها عندها قدرة عالية على السيطرة. كوريا بتجربة التتبع والعلاج واستخدام التكنولوجيا في الرصد أتصور أنها تجربة متميزة أيضا، يعني دي بالنسبة للتجارب المختلفة، خاصة أنها السيطرة على البعد الصحي والتأثيرات السلبية على حياة الإنسان تزامن معها مع هذه السيطرة تحسن في الأداء الاقتصادي أيضا في ذات الوقت. السؤالين الأول والثالث يعني في مسألة كيفية تنشيط الاقتصاد وتحفيزه، أنا أتصور أنه ما جاء في الرؤية رؤية عمان 2040 والقطاعات ذات الأولوية، خاصة مع الاهتمام على اختلاف هذه القطاعات بالمكون التكنولوجي العالي، يعني التأكيد في كل مرة تقول زراعة فهي زراعة أو حتى ثروة سمكية تتكلم على موضوع استخدام التكنولوجيا في النقل، في عمل اللوجستية، في المتابعة، في الابتكار، في التطوير، تتكلم على الصناعة فأنت هناك فيها مكون تكنولوجي عالي، اللوجستيات بطبيعتها. فتصور أن دي واحدة من يعني المجالات اللي محتاجة استثمارات ضخمة، ولكن ارتباطا يعني إذا كانت هذه القطاعات هتحتاج استثمار، فالاستثمار هيحتاج قصة التمويل اللي انت ذكرتها سعد دكتور خالد في مسألة طيب هجيب منين التمويل إذا كان في قيد على الموازنة، في عجز في الموازنة، وفي دين محلي ودين خارجي، لا يوجد من سبيل إلا زيادة الاستثمارات الخاصة متواكبة مع هذه الاستثمارات العامة الدقيقة، إن هي فكرة استثمار عام بيمهد الطريق بتحالف وبمشاركة مع الاستثمارات الخاصة بوسيلة من السبل، ولتكن مشاركة بالقطاع الخاص والقطاع الحكومي، ما يعرف بالبي بي بي، طرق أخرى من الممكن فقط أنك تقوم بمشروعك العام، ولكن أيضا بتقوم بالتنوير والتعريف لعموم المستثمرين بالمجالات فيأتوا إليك. لكن إنه عمان تستطيع أن تحسن من مراكزها في التنافسية الدولية، هي ليست متأخرة جدا ولكن لا ليست أيضا متقدمة جدا، فتصور أنها من الممكن وبسهولة أنها تكون من الدول 30 الأكثر تطورا كما يعني تنشد رؤية 2040 في هذه المجالات الخاصة بالنقلات النوعية. من موضوع ممارسة الأعمال هي إجراءات بيروقراطية، إما أن تيسرها وهي تحت يدك أو لا تيسرها،
يعني ده قرار ما هوش مثلا مرتبط بحاجات خارجية على الاقتصاد زي صدمة تغير مناخ أو جائحة تأتي من الخارج أو مشكلة أسعار نفط يحدد أسعاره تحدد أسعاره في خارج البلاد باعتبار السوق العالمية، ولكن هذه الأمور الخاصة بالمناخ الاستثمار ممارسة الأعمال جذب الاستثمارات هذه مسألة تحت يدي، هو بيتي عايز أدخل فيه ناس ولا مش عايز أدخله ببساطة يعني. فليست مسألة، طبعا في منافسة دولية لأنه في الوقت اللي حضرتك بتحاول تفتح هذا البيت للزائرين فهناك أيضا من يفتح بيته بشكل آخر، فهناك تنافس في هذا الشأن يعني، ما هواش أمر يعني. عشان كده في ناس يقول لك إيه ده أنا عملت إصلاحات مهمة جدا في ممارسة الأعمال ولكن يعني تحركت من رقم 57 لرقم 54. أيوة يا سيدي، إنك في سباق يعني أنت بتتحرك بسرعة، هناك من أتى بسرعة أكبر، ولكن دي مسألة تصور كمان يعني مع همة القيادة السياسية مع ما وجدناه من خبرة وكفاءة ممن تعاوننا معهم في الوزارات المعنية. أتصور هذه أمور تحت أيديكم في تغيير القوانين وتعديل اللوائح وتيسير الإجراءات ليس فقط للدخول في السوق، لا على فكرة يعني باعتبار كنت أشتغل في هذا الأمر إنه أسهل حاجة مسألة الشباك الواحد وتيسير الدخول في السوق ده البند الأول، ولكن هناك ما هو أهم، التراخيص، التخارج من السوق، تسوية المنازعات، القواعد الخاصة بالعمل، الحصول على الخدمات سواء طاقة أو كهرباء أو غيره. أتصور أنه في يعني تجارب جيدة من ممكن استئناس بها في هذا الشأن. التنويع الاقتصادي يحتاج استثمارات عامة تجذب استثمارات خاصة في ظل مناخ استثماري أفضل مما هو قائم، هو الموجود جيد لكن أنت محتاج تكون أفضل، فأنت محتاج تكون أفضل مما هو قائم. ممتاز، شكرا سعاد الدكتور. عندنا مداخلة من الشيخ محمد الحارثي، الشيخ المكرم محمد الحارثي هو عضو في مجلس الدولة رئيس سابق ومؤسس للجمعية الاقتصادية. الشيخ محمد سمعنا؟ طبعا سؤاله هو عن نتائج تقييم صندوق النقد الدولي لبرنامج التوازن المالي. طبعا تم الاطلاع على يعني برنامج التوازن المالي، وسؤاله حول تقييم صندوق لهذا البرنامج ومدى تحقيق معدلات النمو الاقتصادية المتوقعة في ظل التراجع المستمر لحصة الاستثمار العام الإجمالي للإنفاق العام. تمام، يعني هو المراجعة الأخيرة وهيبقى في تقارير أكثر رسمية من حديثنا هذا سواء من وزارة المالية أو من البنك المركزي أو على النحو الذي يروه مناسب، وأيضا من بعثة الصندوق أنها بتطلع بعد نهاية البعثة تقرير عن الأداء، إنه يعني واضح إنه في تحسن كبير جدا في إدارة الموازنة العامة، في محاولة يعني تحسين هيكل الإيرادات وتنويعها، في بعض التوجهات الجيدة أيضا في ضبط أولويات الإنفاق العام وكفاءة الإنفاق العام وأيضا كفاءة الإدارة الحكومية، لأنها واحدة من الأمور الخاصة بالتكلفة الإنفاق وأيضا جودة توجيه الإيرادات. فتصور أنه في بعض الإشارات يعني الطيبة في هذا الشأن، يعني بتركها للتقرير الرسمي للبعثة الرسمية لأنه يعني هم بينهوا. أنا حتى قلت بعض المؤشرات المبدئية اللي هي تحت المراجعة، ومفروض في خلال أيام يعني يتم الإفصاح عنها بالشكل الذي تراه الحكومة مناسب إن شاء الله. لكن مسألة إدارة الموازنة العامة للدولة مع إدارة التزاماتها وأيضا فرصها في زيادة الإيرادات خاصة من المجالات الجديدة
اللي من خلال عملية الاستثمار وزيادة الدخول في الأجل المتوسط. الصندوق لا يتحدث عن عام فقط، ولكن دائما بيتكلم على المدى المتوسط على مدار 3 سنوات عشان يقدر يبعد القارئ والمتابع عن التقلبات الموسمية. فأتصور أنه يعني التقرير جيد عن جهود الحكومة في هذا الشأن رغم كافة تحديات الجائحة والمشكلات التي عانى منها الاقتصاد كما عانت منه اقتصادات أخرى. شكرا جزيلا سعادة الدكتور، ما قصرت، المعلومات وافية كثيرة، وبصراحة هناك كم هائل من الأسئلة في الشات وفي الدايركت وغيرها من الأسئلة حول المواضيع هذه، ولكن لضيق الوقت يعني مضطرين ننهي اللقاء. ولكن إذا كان هناك من كلمة أو نصيحة لك يعني سعادة الدكتور محمود محي الدين، وأنت في يعني في مركز مهم وحساس ومطلع على تجارب كثيرة، هل هناك من كلمة أخيرة أو نصيحة بشأن تحفيز الاقتصادي وخاصة لسلطنة عمان؟ يعني شكرا جزيلا لهذا التقدير، وانا يعني الحمد لله يعني اتمتع بهذه الثقه من جانبكم، وانا امثل يعني عمان مع باقي عدد من الدول العربيه في صندوق النقد، وهذا شرف كبير والتزام كبير ايضا علي وعلى زملائي بالمكتب، ارجو ان نكون يعني عند حسن الظن بشانه. احنا يعني اتصور انه في هذه السياحه السريعه والعاجله لعدد من المؤشرات والأولويات، إنه في هذا العام هناك أولويتين كبار: السيطرة على الجائحة وتوفير اللقاح، هذه أولوية أولى. الأمر الثاني هو دفع حركة ومعدل النمو الاقتصادي حتى نجعل دائما مستويات الدين في تحت السيطرة وأنها لا تدخل في إطار المشكلة. والحد الآن أمور جيدة في هذه الإدارة للمديونية العامة. أنا أقول هذا لأن دي دول مشكلتين على مستوى العالم، مش ليس فقط على مستوى الدول العربية أو دولة بعينها، إن هاتين مشكلتين تجدها في دولة متقدمة، دولة ذات سوق ناشئ، السيطرة على الجائحة ومنع الإنفلات المالي بأي شكل من الأشكال، ومعها إن كل الاستثمارات الجديدة التي تضخ في الاقتصاد من أجل النمو يجب أن تكون هي، وخاصة في إطار رؤية 2040 لعمان، يعني عندكم هذه الميزة أنكم تجاوزتوا حتى 2030 للنظر فيما بعدها، وهذا ما هو متوقع منكم ومن القيادة السياسية وجلالة السلطان ومن حكومته ومن البنك المركزي، وأيضا من مشاركة القطاع الخاص مع المجتمع المدني، لأنه هذه الاستثمارات لا تأتي فقط بين في حكومة وبنك مركزي كان الأمر تيسر، ولكنها تأتي بمشاركة بين قطاع خاص قائم وآخر تسعى لزيادته وآخر يأتي في إطار محلي. أنا أتصور أنه يعني مع سابق العهد بهذا الإنجاز المعتبر بأن تكون عمان واحدة من أهم الدول التي حققت نموا منفردا وجيدا بعد الحرب العالمية الثانية، من ضمن 13 كان منها هي الصين ومنها كوريا ومنها ماليزيا ومنها سنغافورة، يعني كانت مع الدول الكبار في معدلات النمو العالي، لديها فرصة كبيرة للاستمرار في التراكم على هذه الخبرة وعلى هذا التوازن وعلى هذه القدرة الكبيرة في التنوع في مصادر الاقتصاد، وأيضا إقبال الشباب العماني. عندما زرت عمان عدة مرات أجد الشباب مقبل على كافة الأعمال، أي عمل جيد وشريف ولائق فتجد الشاب العماني جاهز، وإذا كان لي أقول أيضا والشاب العمانية جاهزة بحكم الاستثمار في التعليم والإقبال على سوق العمل، هم جاهزون وهم جاهزات، وخاصة في المجالات الجديدة اللي هي لحسن الحظ تتمتع عمان فيها بميزة نسبية لأنها تحتاج إلى شبابية في سوق العمل فيها في موضوع التحول الرقمي وفي العصر الجديد اللي هو محتاج هذا الاستثمار الضخم. استثمارات تكون ذكية وتكون مستدامة خضراء، وتصور أنه يعني إن شاء الله وبمشيئته أن المستقبل يكون واعد
مع هذه الهمة المتوقعة في إطار هذه الطموحات الكبرى الموجودة في رؤية 2040. يعني المطلوب من عمان هو التنفيذ لرؤية العمانيين أنفسهم هم وضعوها وأصبح أو أصحاب التصور لها بتعاون طبعاً مع جهات واستشارات مهمة، ولكن هم أصحاب الفكرة وأصحاب الأولوية، وإن شاء الله يكون يعني أصحاب العائد من تنفيذها بإذن الله. صحيح صحيح، مثل ما تفضلت سعد دكتور، سلطنة عمان حققت نمو يعني منفرد خلال العقود الماضية، ونتأمل أن نبني على هذا النمو في العقود القادمة بإذن الله. ومثل ما ذكرت رؤية عمان 2040 هي رؤية طموحة، ونتمنى البناء عليها واللي ناقص التنفيذ مثل ما ذكرت. ويعني ما يسعنا إلا في الختام لنشكرك جزيل الشكر على وقتك الثمين وعلى العرض الأكثر من رائع فالأصالة بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن زملائي في الجمعية الاقتصادية. يعني نشكرك جزيل الشكر على وقتك وعلى إثراء هذا الحوار الشيق، وندعوك لزيارة السلطنة في أقرب فرصة عند اللائحة بإذن الله. يعني لنا في البلد أحبة وأصدقاء وإخوة وأهل، يعني تطلع إن شاء الله للزيارة قريبة إن شاء الله بإذن الله. شكرا جزيلا سعد الدكتور، وإلى لقاء قريب بإذن الله إن شاء الله. شكرا جزيلا، السلام عليكم. جزيلا للحضور الكريم، مع السلامة.